نروح مع بعض بقى لأخبار محترفينا. أعلن نادي المقاولين العرب رسميا أمس الأربعاء انتقال مدافعه الشاب عمر فايد لصفوف فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقع عمر فايد على عقود انتقاله لصفوف فنربخشة لمدة 4 مواسم، وأرسل نادي المقاولين البطاقة الدولية الخاصة باللاعب ليصبح جاهز للمشاركة مع فريقه الجديد بداية من موسم 23-24. والحقيقة نادي المقاولين من أفضل الأندية اللي بتطلع محترفين في مصر، وعندهم تجربة كبيرة جدا. يمكن أبرز الناس اللي طلعت من خلالهم طبعا نجم مصر محمد صلاح ومحمد النني، وقبلهم زمان عبد الستار صبري ومظهر عبد الرحمن. عندهم تاريخ في حتة إن هم يطلعوا لعيبة مميزة من نادي المقاولين لأوروبا، والحقيقة ناجحين جدا في القصة دي بالذات، هم مميزين فيها قوي يعني. نروح بقى لمداخلة مهمة جدا مع الكابتن حسن الشامي مدير شؤون اللاعبين بنادي المقاولين العرب، يكلمنا عن صفقة انتقال عمر فايد وتفاصيلها وإزاي هيستفاد منها نادي المقاولين العرب. مرحبا بيك يا كابتن. عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ منورنا طبعا يعني، وانا بعتز جدا من انت الناس اللي عندها دماغ كويسه قوي ومثقفين جدا، ويعني عارف قصه كويس ان انت بتقول شاعر والراجل مثقف وبتاع. حبيبي متشكر جدا على ذوقك وعلى كلامك الجميل ده. في البدايه بس قول لي كواليس انتقال عمر فايد ايه، وهل كان في عروض تانية غير فنربخشة مقدمه له من اوروبا؟ هو بالفعل عبد الرحمن كان في عروض كتير، سواء عروض داخليه من مصر هنا وعروض كبيره بارقام كبيره جدا، وعروض خارجيه، لكن كان اهم عرض بالنسبه لنا كنادي وكاداره نادي وكعيد فني هو عرض فنربخشة. الناس كلها عارفه سياسه المقاولين من زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، المقاولين بيبص بشكل مختلف شويه على انتوا من اميز الناس بصراحه. نادي المقاولين من اميز الناس اللي بتطلع لعيبه بره مصر عموما يعني. هو بص يا عبد الرحمن، خلينا متفقين ان اي حد بيفكر سواء لعيب او يخرجه بره، الهدف ان انت تكسب من وراه بشكل كبير جدا. طبعا. او انت هتسوقه داخليا، انت كنادي عايز تستفيد منه بشكل كبير جدا. ليه؟ لان كل الانديه بتبحث عن موارد ليها. انت لما تيجي تبص على معظم الانديه في مصر ايرادات ومصروفات، بتلاقي المصروفات اكثر بكثير من الايرادات. ففكره مزمد. تسويق اللعيبه ده بيدخل في بند الايرادات اللي بتدخل للنادي. فكل نادي بيصيغ الموضوع ده في الشكل اللي بيتناسب معاه ومع الفلسفه بتاعته. المقاولين العرب الموضوع مختلف بالنسبه لنا كنادي، خصوصا المهندس محمد عادل، المهندس محمد على قطاع الكوره، والمهندس محمد صلاح رئيس النادي، ودول حضروا حاجات كثيره جدا على مدار التاريخ مع نادي المقاولين العرب. هم اللي مطلعين محمد صلاح والنني كمان، هم نفس الاشخاص طبعا يعني. طبعا. فالهدف، الهدف من انتقال عمر فايد، الهدف ان شاء الله يبقى بيدر دخل كبير جدا على النادي في المستقبل، زي ما احنا قعدنا سنين كثيره جدا بنستفاد من محمد صلاح بشكل كبير بعد التعاقد الاولاني مع بازل. بعد كده محمد صلاح بتاخد حق رعايه ليه. محمد صلاح في اي انتقال لي النادي بيحصل على حق الرعايه، والانتقال الاولاني لي كان فيه اعاده بيع والحمد لله اخذناها. طب وهل الشروط دي برضو محطوطه؟ لسه كنت اسالك. طبعا طبعا، العقد بتاع عمر فايز فيه ان شاء الله يعني نسبه محترمه جدا في اعاده البيع، وانت ليك كمان حق الرعايه. عمر فايز الولد الصغير من سن 13 سنه لسن 23 سنه انت حق الرعايه. حق الرعايه. فانت النهارده عمر فايز دلوقتي بقى له في النادي 8 سنين معانا الحمد لله يعني، فاكيد بيدينا حق رعايه محترم فيه لو انتقل بعد كده من فنربخشة لاي نادي، او من اللي بعد كده لاي نادي ثاني هنفضل ناخد فيه برضه مقابل مادي ان شاء الله.